السلام عليكم ورحمة الله اخوتي اخواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. رمضان مبارك كريم، الله يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة وباش كتمناو. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، غادي نقدم معكم الورقة ديال البسطيلة. وصراحة مع دابا مع الحجر الصحي، من الأحسن أننا نصوبوها في دارنا. نشوف المقادير على بركة الله. اليوم بسط، عندنا كاس ديال الدقيق الممتاز، كاس ديال الماء والملح. كناخدو شي اناء فاش غادي نخلطو الورقه ديالنا البسطيله. خديت الدقيق ديالي من بعد ما كيكون مغربل مزيان البنات، باش تنجح معكم الخلطه ديال ورقه البسطيله. كنزيدو على رشه ديال الملح، كناخدو الماء ديالنا كنخلطو به داك الخليط، نخلطو مزيان. نستمر في التخليط مزيان باش ما يبقاوش لينا دوك الحبيبات في الخليط. كيف ما كتشوفوا هي بالنسبه للبنات، كاين البنات اللي كيبغيو يديروا الورقه ديال البسطيله على الشكل الاخر اللي كطيب في الكسكاس، ولكن من الافضل انا كنفضل انني نصاوب هذه اللي كنصاوبها في حمام مريم. من الاحسن كتصدق زوينه وسهله ومضمونه 100%. فوالا كنستمر في التحريك باش ما يبقاوش ليا دوك الحبيبات ديال الطحين. ودابا غادي ناخد البول ديالي، غناخد فيه الصفايه، كنصفي الخليط باش كنتهنى مزيان من دوك الحبيبات اللي غيبقاو ليا في الخليط اولا غيديرونجيوني في الطياب ديال ورقه البسطيله. كما كتشوفوا نتوما كنصفيها مزيان. فوالا البنات، نتوما دائما تيبقى الخليط على حساب افراد العائله شحال ما بغيتو. تقدروا، كاين الناس اللي غيديروا زلافه، كاين اللي غيدير كاس، جوج كيسان ديال الدقيق. وانما ملي كديروا الدقيق كديروا القدر ديالو ديال الماء باش تخلطوا. ودابا هنا غندوزوا للمرحله ديال الطياب. غادي ناخد، انا ديجا خديت هنايا كاسرون ديالي، درت عليها طيفال اولا المقله ديال البسطيله، كنمسحوها في الاولى البنات بالزيت باش ما كتلصقش لينا الورقه. كندهنها بالزيت وكنخليها تسخن واحد دقيقه، وكنعاود نمسحها مزيان من داك الزيت. دابا انا غنبدا معكم، انا ديجا بديت شي وحدين وجدتهم وغنصاوب معكم هادو، نتوما خليكم معايا.
كما كتشوف حبيباتي، هادو هو هادي الورقه ديال البريوات ديالي، كتجي على هاد الشكل هكذا. هانتوما صافي التليفون كتجي هكا على هاد الشكل. ندير لكم شي حاجه، ندير لكم مثلا الموس باش تبان لكم. هانتوما كتبان لكم مزيان. من بعد ما كطيبوها كدهنوها بالزيت، عاد كتحطوها باش دوك الجنيبات ديالها وداكشي كيرطبوا ليكم. نوريكم الاخرين. صراحه يعني ورقه اللي كتكون ناجحه 100% ما كتعذبك من حتى شي حاجه. هنا راه كاينين جوج فوالا. هذه الورقه ديالي الثانيه كتجي على هذا الشكل هكذا. غادي نعمر معاكم البنات، نوريكم انا هنا في الحشوه ديالي درت نص ديال ربع ديال الشوه صغيره اللي عندي، ودرت جوج خيزوات وجوج قريعات كورجيت والفرماج الاحمر معاهم، والعطريه ديالي عادي. بالنسبه للبنات اللي عندهم الفيرميسيل، صراحه انا عندي الفيرميسيل ولكن كتعجبني نديرها مع الزيتون مقطع ومع شويه ديال الكفته. وهذا عندي في الفريكو، ما قدنيش الوقت انني عاد نجبدها ونقسمها ونتسناها حتى طرخه. المهم قديت باللي عندي، وهنا خديت شويه ديال الطحين والماء اللي غادي نسد بهم لينام ديالي. غادي ناخذ اول وحده بسم الله على بركه الله بالشكل هكا. المهم الورقه ديال الديباناج البنات، يعني انتم غديبانيو راسكم وصافي. نتمنى انه يكون كيبان لكم شويه ديال هكا. هكذا كندير ليها تنلعب على هذا الشكل هكا مستطيل. كنجمع هذا الطريف هذا هذا النص، وكنعاود نجمع هذا النص الاخر كذلك. يعني الورقه راه مدهونه بالزيت، ما عندكمش مناش تخافوا منها. وكنبقى اللوي انا هنا. خليت الطحين ديالي عاقد شويه باش هانتوما على هذا الشكل هكا، باش ما يقطعش ليا الورقه، حيت ما خصهاش تجي فازقه. يعني الورقه ما خصهاش الماء باش ما تقطعش ليكم. هانتوما كيجي على هذا الشكل هكا. نعود معكم واحدة اخرى. ديما الحشو كيبقى على حسب الاختيار ديالكم نتوما شنو بغيتو ديرو. كاين اللي كيبغي يدير الجبن، وكيبغي يدير الفرماج هذا مرتديل اولا كاشير، كل واحد وشنو كيبغي يدير في الحشوه ديالو. انا كنفضل بلاص ما غادي ندير مثلا عندي مثلا الجبن وسميتو، نقدر نديرهم في البريوات ولكن هكذاك بالخضره كيجيو زوينين ولداد. انا هنايا درت معاهم شويه الفرماج الاحمر. تيجيو تقدا وحده البنات. المهم انا غنستمر على هذه الطريقه هكذا، ونخليكم حتى النهايه الاخيره ان شاء الله ديال البريوات ديالي كيفاش غادي يجيو.
نوريكم الطريقه هذه ديال البريوت بهاد الورقه هذه. ما غاديش نديرها لهنا، غنديرها بريوه ونشد هذه هي، نطويها على جوج. غادي ناخذ شويه ديال الحشوه ديالي، شويه غير شويه، ما تزيروش بزاف البنات باش ما تقطعش معاكم الورقه. ندهنوا الطحين ديالنا هكذا ونقلبوا لهذا الشيء. انتما هي البريوه ديالي البنات كتجي على هذا الشكل هكا. خليكم حتى الاخر ونرجع معكم.